ما المراد بما ذكره المؤلف رحمه الله في قوله أو سوداء عندما قال في من يدعي النبوة فإنهم لا يحصون كثرة لكون غالبهم تنشأ دعوته عن جنون أو سوداء؟ السوداء مرض، مرض يصيب الإنسان حتى عند العوام يقولون أبو سوداء هذا مسودا، يقولون هذا مسودا بمعنى أنه مصاب في عقله. نعم.